السيدات والسادة، نشرة الأخبار من قناة حضرموت الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس العليمي يناقش تسوية أوضاع نحو 60,000 موظف من المبعدين في الجنوب بعد حرب صيف 94. محافظ حضرموت يقول إن قوات التحالف المتواجدة في مطار الريان تنوي تسليمه لتسهيل حركة المسافرين. محافظ حضرموت ورئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف يناقشون ترتيب أوضاع منفذ الوديعة البري. اجتماع بسيئون يناقش ملف الأمن بالوادي وتعزيز الجاهزية القتالية وإسناد مهمة الأمن الداخلي للوحدات الأمنية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بقصر معاشيك في العاصمة المؤقتة عدن لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية التي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013. واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة. وتضمنت الإحاطة عرضاً بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60,000 من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 94، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهرياً. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس والحكومة على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا وإنسانيا يشمل الاعتذار عن كل الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية. ووجه الرئيس بهذا الخصوص بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة. قال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إن القوات التابعة للتحالف والمتواجدة في مطار الريان الدولي بالمكلا بصدد تسليم المطار وصالاته لتسهيل حركة المسافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم حضرموت، حضرموت الأرض والإنسان، باسم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ورحب بالأخوة الفريق الصغير بن عزيز والأخ وكيل وزارة الداخلية وضيف اليمن وحضرموت سلطان بن عبد الله البقومي قائد الدعم والإسناد. ولم يقتصر اجتماعنا على موضوع المنفذ فحسب، إنما لكل الدعم والإسناد لهذه البلاد لهذه المحافظة كان اجتماعا رائعا وكان جيدا وناجحا، خرج بجملة من الاتفاقات ستعود بالنفع للبلدين، ستعود بالنفع للقوات المسلحة بالجمهورية اليمنية. أيضا ناقشنا موضوع المنفذ، أيضا ناقشنا الطريق المؤدي من المنفذ إلى حضرموت وتأمينه وكيفية تأمينه. المملكة العربية السعودية بكاملها هي دعم وإسناد لليمن وللعالم العربي والإسلامي بشكل عام، وكأنها لم تجد في الوجود إلا لمساعدة الآخرين ولدعمهم، كيف لا وهي تحتضن بين جنباتها الحرمين الشريفين، وزال بيت الله بين بيوتهم يذبون عنه بالمهندة البتري. نحن نرحب بهم جميعا باسم محافظة حضرموت وباسم أبناء حضرموت وباسم اليمن بشكل عام، والاجتماع ونتائجه جيدة، سترى النور قريبا وستعود بالمنفعة لهذه البلاد بشكل عام. طبعا احنا وفقا لتوجيهات القائد الأعلى ومعالي وزير الدفاع من أجل التنسيق الجيد والتعاون مع السلطة المحلية من أجل إدارة ميناء الوديعة البري، فالسلطة المحلية هي المخولة بهذا يعني في كل الأحوال،
والتنسيق يعني مستمر سابقا ولاحقا، وهو الآن يعني سيكون أفضل بكثير. لا يعني وجدنا في السلطة المحلية اهتمام كبير من أجل يعني تقديم أفضل خدمة لكل مستخدمي المنفذ، وهذه هي توجهات قيادتنا. وكان محافظ حضرموت بوخوت بن ماضي قد ترأس الجمعة لقاء بالمكلا وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير حمود بن عزيزة، ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء ركن محمد بن عبود الشريفة، والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي، ووكلاء المحافظة وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فائز منصور التميمي، وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني اللواء الركن سلطان بن عبد الله البقمي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة وميناء الوديع البري. وناقش اللقاء آلية تنظيم العمل بميناء منفذ الوديع البري بما يسهم في تطويره وتسهيل إجراءات المواطنين وتوحيد القوى الأمنية وتحسين الإيرادات ومراقبتها. من قيادتنا السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة، وقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادة القوات المشتركة، كان لنا شرف استقبال الوفد الذي جاء لتفقد عدد من المحافظات. كان لمحافظة حضرموت النصيب الأكبر في هذه الزيارة، فقد استقبلناهم بالأمس في الميناء البري منفذ الوديعة. اطلعنا من خلاله على سير العمل هناك، اتفقنا على تذليل الصعوبات التي تتم ذهابا وإيابا في هذا المنفذ، تحركوا بعدها إلى عدد من المحافظات الأخرى لتفقد الوحدات العسكرية. استقبلناهم اليوم في عاصمة محافظة حضرموت المكلا، وكان لنا هناك لقاء مع قيادات المحافظة. تبلورت خلاله الآلية التي سيتم العمل بها في المنفذ، وتذليل كثير من الصعوبات التي تواجهها القوات المسلحة والقيادات المشتركة لدول التحالف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. تحركنا أيضا لمطار الريان واستمعوا إلى برنامج مفصل من قواتهم هناك، قوات المشتركة، وتصريح للأخوة الأشقة في المطار بأنهم يزمعون تسليم مطار الريان وصالاته حتى يتم تسهيل مغادرة المسافرين ووصولهم إلى محافظة حضرموت، إذ يعتبر مطار الريان الشريان الأساسي لمحافظة حضرموت بالإضافة إلى مطار سيئون. وها نحن اليوم في سيئون عاصمة الوادي المدينة التاريخية، بكل فرح وسرور استقبلناهم ونستقبلهم دائما وأبدا، نتباحث معهم جميعا لتذليل كل الصعوبات، وهم بتواصل تام مع قياداتهم، نحن نرحب بهم. وفي الغد لنا لقاء إن شاء الله مع القيادات في محافظة حضرموت في الوادي، وستتم خلاله إن شاء الله الاتفاق على عدد من الأمور التي تساعد على تسيير العمل المشترك فيما بيننا وبينه. ترأس محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي اجتماعا بالمنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير بن عزيزة، ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء ركن محمد بن عبود الشريفة، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس، وأركان المنطقة العميد ركن عامر بن حطيانة، وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني اللواء ركن سلطان بن عبود البقمي. وناقش الاجتماع ملف الأمن بالوادي وسبل تعزيز الجاهزية القتالية والفنية للوحدات العسكرية والتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية وتعزيز العلاقة والثقة بين المواطنين والتوعية للجنود بالسلوك الحسن مع المجتمع، لأن المجتمع هو الداعم الأول لحفظ الأمن والاستقرار وعدم التداخل في المهام، على أن توكل مهمة الأمن الداخلي للجهات والوحدات الأمنية في الوادي والصحراء، وتكون الوحدات العسكرية هي الرديف والداعم لأي مهام تتطلبها الوحدات الأمنية، وتولي الوحدات العسكرية اهتماما أكبر
بمكافحة التهريب، وخاصة على امتداد خطوط الشريف الصحراوي ومكافحة أعمال التقطع على خطوط المسافرين. ترأس محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمدينة سيئون اجتماعا موسعا لأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المكتب التنفيذي والشيوخ والأعيان والشخصيات الاعتبارية بالوادي والصحراء، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير حمود بن عزيزة، ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء ركن محمد بن عبود الشريفة، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء ووكلاء المحافظة، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح محمد طيمسة، وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني اللواء الركن سلطان بن عبد الله البقمي. وقف الاجتماع أمام احتياجات مديريات الوادي والصحراء ومناقشة أبرز احتياجات المواطنين والمشاريع الحيوية، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني واستعراض الترتيبات لاعتماد آلية لتنظيم العمل بميناء منفذ الوديعة البري. في سياق منفصل، زار محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مدينة تريم للاطلاع على أوضاع المديرية، وزار المحافظ ومعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير حمود بن عزيزة، وكيل أول وزارة الداخلية اللواء ركن محمد بن عبود الشريفة، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح محمد طيمسة، وقائد قوات الدعم والإسناد للتحالف العربي بالداخل اليمني اللواء ركن سلطان بن عبد الله البقمي، دار المصطفى للدراسات الإسلامية مطلعا على أجسام الدار ومحتوياتها، ومتعرفا من عميد الدار الحبيب عمر بن حفيظة على الدور الدعوي والإرشادي الذي تطلع به دار المصطفى للطلاب والدعاة من أبناء المحافظة والعالم الإسلامي عموما الدارسين في الدار. وأشاد المحافظ بالدور التنويري والرسالة الهادفة التي تؤديها دار المصطفى ومدينة تريم وعلماء المحافظة الذين ينشرون العلم الشرعي بالوسطية السمحاء التي جاء بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومضى عليها أجدادنا الذين نشروا الإسلام في مختلف البلدان. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام السعيدي في مدينة سيئون شركة قمة المجد للكهربائيات ووكيل شركة الفنار للكهرباء السعودية، والتي تعمل بمواصفات أمريكية أوروبية في توفير جميع مستلزمات الكهرباء من المحولات والأسلاك والمفاتيح والطبالين وصناديق السيرفس الكهربائية. ويأتي افتتاح الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال الحضرمي رياض عمر باوزير في وادي حضرموت كثاني فرع في محافظة حضرموت بعد الأول في ساحل المحافظة، لتوفير المستلزمات الكهربائية لخدمة المواطنين وتسهيل عمل المقاولين المتقدمين لمناقصات تخص المصلحة العامة، إضافة إلى توفير المحولات والأسلاك والمواد الكهربائية لكهرباء منطقة وادي حضرموت. يذكر أن شركة قمة المجد للكهرباء تقدم جميع المنتجات الكهربائية بضمان وجودة لا تقل عن 25 سنة في جميع المنتجات الكهربائية، خصوصا مفاتيح الفنار التي تعمل في حالة تعرضها للحرارة وللتفحم بدلا عن الإذابة لتجنب حدوث الحرائق في المنازل، وكذا أسلاك الفنار والتي تعمل على إطفاء الحرائق في ذات المكان. اليوم في هذا الصباح الجميل تم افتتاح فرع قمة المجد للكهرباء، وأيضا وكيل شركة الفنار الكهربائيات، هذه شركة المشهورة والمشهور لها بالجودة العالية في مجال الكهرباء، في سواء في توفير المحولات أو الأسلاك أو المفاتيح بشكل عام، والتي عملت بشكل مستمر في فترات سابقة أيضا مع إدارة الكهرباء في توفير بعض المتطلبات من المحولات وأيضا أسلاك كهربائية. لذلك هذا الفرع في وادي صراحة حضرموت يسهل على المواطنين، وأيضا يسهل توفير المتطلبات أيضا لمؤسسة الكهرباء وفروعها، وأيضا سيتم توفيره أيضا وتسهيله للمقاولين الذين يتقدمون في مناقصات في وادي صراحة حضرموت. نحاول نغطي أكبر مساحة كبيرة، الآن الفرع الثالث تقريبا إن شاء الله قريبا في عدن، والفروع تتوالى بعضها البعض. هذه ثالث سنة في هذا المجال، ونقدم خدمات للمواطنين، وكذلك تعاقدنا مع عدة مشاريع في المكلا قمنا بالتنفيذ في عدن عدة مشاريع، وكذلك نستهدف جميع شرائح المجتمع. تلاحظ مثلا الفتاح الفنار هذا والفيش عند تعرض للماس الكهربائي أو الحرارة لا يذوب، وإنما يتفحم في خلال الثواني لكي لا يحدث حريق في المنزل.
أيضا أسلاك الفنار متعرض للحرارة أو النار في حالة الحريق لا سمح الله. في حالة الحريق سلك الفنار هذا يعمل على أطفاء الحريق في نفس المكان، لا يتمدد الحريق وينتقل إلى البيت أو إلى الغرفة في باتجاهات السلك. والآن ننتقل لأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس العليمي يناقش تسوية أوضاع نحو 60,000 موظف من المبعدين في الجنوب بعد حرب صيف 94. محافظ حضرموت يقول إن قوات التحالف المتواجدة في مطار الريان تنوي تسليمه لتسهيل حركة المسافرين. محافظ حضرموت ورئيس هيئة الأركان وقائد قوات الدعم والإسناد بالتحالف يناقشون ترتيب أوضاع منفذ الوديعة البري. اجتماع بسيئون يناقش ملف الأمن بالوادي وتعزيز الجاهزية القتالية وإسناد مهمة الأمن الداخلي للوحدات الأمنية. في ختام النشرة مشاهدين الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تيفي. هذا محمد بن فضل يحييكم، دمتم في أمان الله.